هنتكلم في المحاضرة دي على البيج فورتكس. مرة اتكلمنا على السيمبل، المرة دي هنتكلم على البيج فورتكس. افتكر لما ندخل نعمل بقى الادفانس التورنيدو هيبقى عندنا شوية تكنيكس كويسة قوي لحاجة كمان تبقى ادفانس عن كده بكتير جدا جدا. طب مبدئيا انا عايز اقفل الافتر وادخل على طول على المكس. حاجه زي كده هنشتغلها بالبارتكل فلو. والبارتكل فلو عشان نشتغل بيه حاجه بالمنظر ده يبقى هعوز اوبجكت. الاوبجكت ده هيبقى هو الميتر للبارتكل. ممكن احنا نروح نجيب، ممكن نشتغل بكيوب تمام، لكن اكستند بارامتر رينجوي. هو زي الكيوب بالظبط بس بيدي شكل تاني. انا هعمل الرينجوي بالشكل ده كده وهاخد دي بس لجوه، هو بيدي حاجه بالشكل ده يعني. هعمل W وهروح هنا وامسك واي واسحب واي فوق، يعني 110 مليون او زد تحديدا فيها كميه اخذ على 10، بحيث يعني ابقى عارف على الاقل فيهم هيبقى هتبقى دي نيوتو ايه او هيبقى هو كام يعني. ده البرسبكتيف تمام، وهيبقى ده الدنيا بتاعتي. طبعا انا ملاحظ ان هو هيبقى اكبر فانا عايزه كده عشان يبقى في تناسق حتى بين الطول وبين العرض. بعد كده هروح ل البيتلو وكليك. دلوقتي البتاعة دي اللي هتسحبها عبارة عن فورتكس، فبما اني هسحب فانا مش هحتاج سبيد، فانا هحط ستاندرد فلو. مهم قوي في الحاجات اللي زي دي بصراحة ان احنا نشتغل على الفيو بورت يبقى السامبلنج او الانتجريشن ستيبس هاف فريم، والريندر يبقى بربع فريم، يعني عشان يبقى فيه كواليتي كويسه في السيميوليشن والاستيميشن بتاعنا. افتكر البوكس ده الحركه دي مش عارف اللي عامله بتعمل بس صندوق البوكس كان طالع فعملت الت كده خليك كده. محتاجين حوالي 300 فهنا مثلا هقول لنا 9000 باسكل سبيد. انا مش عايز سبيد روتيشن اديتيشن، ودي بدل تكست هخليها بوينت معرفش او خليها الاينز عشان نحس بيها شويه. طبعا هي مش هتبان، هي موجوده عايز نحطه هنا على زيرو اكسبكت ونحط اوبشن. بعد كده هروح للسبيس فورس واخد الفورتكس واعمل لها الاين تحت اوبجكت. هاجي هنا اكتب ريسورس فورس واد باي ليست واعمل اد بالشكل ده للمنظر اللي احنا شايفينه. لو جينا عملنا بلاي هنلاقيها بالمنظر. طبعا الفورتكس نخلي بالنا قلنا ليها تايمنج، فانا عايز ازود التايمنج لملايين. هذه نقطة. النقطة الثانية
الأجزاء من الدروب. يعني ممكن الدامبين يزودوا شوية و الدامبينج لو قل الأجزاء دي بتشتغل على طول بالشكل كده، لو زادت تبقى مضغوطة صعبة أقلل شوية. من ناحية تانية الأوربيتال سبيد كده فادي الفول كامبينج بتاع بدي الفول أعلي شوية أعلي الفول فكر خلي كده بس تبقى نازلة بالمنظر ده. و اوربيتال سبيد كبرها شوية ما زال بالدمبنج بتاعها تمام. و راديو فول افتكر ان انا في الديو فور محتاج اقوله 100%. وتعالوا نخليها بدل لاين نخليها دوتس طبعا انا مش عايز تنزل بقى تحت الارض، فانا هروح هنا من حاجه ظريفه قوي هروح للفليكتورز واخد الفليكتور عادي خالص ونرسمها كده بحيث يقابل البارت دي. طبعا هنيجي هنا ورايت كليك ابدنت اوبريت تيست كوليجن مع الكوليجن فايل تقول له خد لي ده كده بالشكل ده، هي هتقابل ده وترجع ترد تاني فوق تمام بالشكل ده. طبعا الباونسنج مش عايزه عالي قوي فانا هخليه 0.2 مثلا دريشن وليكن 50 كيس 80 فريكشن 30 مثلا بس انا كل الحكاية هف ده شيف واخد ده برا واخلي ده يكون كولر تاني حبة اللي عايز اعمل لهم سبون دول عايز اعمل لهم ديليت. طبعا قبل ما هعمل ديليت انا عايز اعمل منهم تمويلتين صغير قرب القاعدة، فدول هاخد الصوت دي واحطها هنا كوبي. لو خدنا بالنا هي هتنزل لتحت لان الفوركس دي شغلها تحت، بس انا عايز واحدة تانية كوبي من دي كده وهعملها بريك. على فكرة انا عملت بريك من في الاصل اصلا وقال بريك وهنكتب بورد كتب وهنشيل بورد لو جينا نبص هنلاقي دي بتطلع لفوق يبقى عندي فوركس تاني، بس الفوركس اللي تحت دي انا عايز الراديو فول اقل اوربيتال سبيد اكتر اجز الفوركس اقل هي هتلف تحت بقى الدامبنج بتاع الاوربيتال سبيد تلات شوية والدامبنج ده هيقل شوية
هي بالشكل ده كده، على في واحدة تانية في أوربت كتير. كده بس انا مش عايزها تفتح مني، لان الفتحه دي انا هاخده عالي قوي، بس الدامبنج ده هنزله. فانا عايزها تلف ال تمام. دول انا هعمل لهم ديليت، فانا هعمل رايت كليك ابند اوبريتور او مي ديليت تست ايدجز. الايدج تست ده هيطلعهم على ديليت اوبريتور. تمام بس الايدج تست دي انا هحطه بعد مثلا كده تمام. يمكن لو هو بقى 40 هو ده اللي انا عايز. فورتكس تانية تبقى تحت في القاعدة. جميل قوي. طيب عايزين يبقى هنا كيوتك بزيادة، ممكن نيجي هنا رايت كليك مثلا تست سبون. السبون ده هيبقى باي دبل ديستنس بتاع اتنين، مش عارف فين هتبقى عامل ازاي فيه، بس كده هيبقى في تورنيري تاني في الأرض أصلا. تمام بس دول أنا عايز يعني أفتكر هيبقوا كتير شوية. فاحنا لو خدنا إنهارت دي خليتها مثلا في 30 50 مثلا كده. الديفليكتور ده انا ويمكن لو احنا رفعنا ومنتاج دايما علينا الاخرى يعلم ربنا ان والله انا عملت كل ده في الفايش خاطي. تمام ان شاء الله حظكم بيه زي كده. افتكر لو خلينا دي 3 فرقات هيبقى الموضوع اضرب. وافتكر لو خلينا دي 30
كده كده الموضوع هيبقى معقول. شوف لو مش عايزين طبعا البارتكلز دي تعدي من تحت من هنا، هناخد ده كوبي بس ونحطه قبل كده. بس احنا كده مش هنخلي البارتكلز، وده يعتبر احسن بكتير. كويس قوي كده. الفورتكس دي بقى على فكره لو احنا سحبنا الفورتكس دي لفوق، بصوا هيبقى المنظر ده كده، نزلناها لتحت هيبقى بالشكل ده كده. فانت حر، بس انا طبعا بحب اخليها في نفس البوزيشن بتاع الايه، بتاع الاوبجكت. الحجم بتاعها برضو او السايز بتاعها برضو على فكره بيأثر، يعني احنا عملنا كده و خدنا السايز ونزل بالشكل. عايزين بقى ده ما ينزلش المنظر ده، عشان ما ينزلش بالشكل ده كده نروح للفوكس ونحط وينج. الوينج دي هحطها هنا، ويفضل دي بقى بالذات احطها في فورس اوبريتور لوحدها. هنا هاخد فايلز واقول له وينج. انا عايز اعمل تسميه لكل طبعا نفختي طلعته بعيد، فانا عايز اقول له زيرو. وعايز اشتغل هنا على التربولنس، عايز انا هسمي الويند دي عشان ما ندوش، لان هيبقى عندنا كذا فور، هسمي امر كور بيج ديتيلز. البيج ديتيلز دي انا هعمل التربولنس بتاعها عالي شوية. تمام، والسكيل بتاعها هسيبه زي ما هو. افتكر عدد البارتكل بزيادة، لأن فعلا العدد هيبقى كتير. هنزود دليل برضه في الاسنجل اللي تأثير كتأثير الويند على البارت. ممكن لو هقلل الشكل، انا عايز فعلا ازود السكيل بتاعها وازود التربرانس شوية. يمكن دي بوينت 02 هيبقى فرقها حلو. تمام، ممكن اغير المكان بتاعها. ممكن خدنا كده عملنا لها هنا كده لتحت. تمام، هاخد من دي كوبي، دي هسميها سمول موجودين و تمام. انا هاخدها كلها حتى بتاع دي السمول ديتيل دي بقى السكيل بتاعها قليل قوي، لان انا خليت اكتر على كل فرد كده تقريبا. فانا هعملها بوينت 2 مليون. طبعا ما فيش فريكونسي، انا عملت فريكونسي بوينت غير الشكل ده. تربلون كتير قوي تبقى احسن. ماشي كده، ده هخليه واحد عشان
التردد يبقى سريع. كده الافكت على كل بارتكل تقريبا. التردد ممكن اقول له 2، ممكن اقول له 0.1. كويس اوي. البارتكل اللي فوق دي يمكن الاوربيتال سبيد، عايز اتقل شوية سريع حبتين. تيتر كده كده كويس اوي. كده انا جربته، كده احنا تقريبا خلصنا من البارتكلز. باقي عندي شغل فيه كاتب فوق ظريف، والحاجات اللي بتمشي دي برضه عجباني قوي زي البارتكلز تحت. يمكن هخلي الستيب سايز شجعاني ان انا اخليها واحد. تمام. الانهيرت ممكن انا اعمل زي تريل 20. والله انا شايف ان انا لو هنا لو انا رحت حطيت فوق وفي الفورس دي خدت بس فرقت قوي كمان. يمكن هنا لو خليت كيس 100% عايزة تفرقهم عن بعض شوية. افتكر كده هناخد دي شكلها حلو للكتب. ما افتكرش ان انا هعمل اكتر من كده. عايز ارجع معاكم تاني. عندي هنا التيبر لينكس ده لو انا عملته مثلا 150 فهو هيطول بالظبط العمود بتاع التكنيكي. ويمكن راديوم فول لو انا خليتها بوينت 3 هبقى متحكم فيه بشكل احسن. عايز تضيف ديتيلز او تريل، انت ممكن تعمل هنا باي ديستنس، تعمل برضو سبون لكل باكر. هيبقى الموضوع تقيل قوي. افتكر كده خلصنا من الباركتلز. في الجزء اللي جاي هنتكلم على